انا قلت لكم بعد الفاصل هيبقى عندي حلقه مع اثنين من اهم رؤساء التحرير في مصر لديهم الكثير من المعلومات. لكن قبل كده في قضيه اجتماعيه طرحتها منظمات المراه حوالين حق المراه في انها تحصل على راتب من زوجها على العمل المنزلي. القضيه دي مش لازم تتفات لانها مهمه جدا، فيها مش شرط ان الست تحصل، لكن فيها اجلال لدور المراه التي تعمل في البيت. دي حاجه عظيمه جدا ومقدسه ومهمه ومحترمه، ونشوف راي الناس فيها ايه. ما ينفعش الست تاخد فلوس من جوزها، لان هي هما الاثنين بيبنوا حياه يعني، فما ينفعش هي تاخد منه مقابل ده، لان هي كمان بتضحي وهو كمان بيضحي عشان يكملوا الحياه دي مع بعض. هو فين اصلا الفايض مع الزوج عشان يديني يعني فوق مصروف البيت مرتب ليا وكده؟ كده اوريدي انا بشتغل فلازم اساعد في البيت. انا وهي واحد، وكلنا ماشي، وكلنا بنمشي المركب مع بعض. هي تاخد مرتب ليه؟ ما ينفعش، لان ده حق اهلها تشتغل في البيت، طبيعي لاي واحده اللي هي تشتغل في البيت. الزوجه مش لازم تاخد مرتب نظير خدمتها لزوجها، لان ده حاجه مفروضه شرعا وقانونا. لا طبعا ما ينفعش، لان ده فرض على الست انها تخدم زوجها مش انها تاخد منه مرتب. حرام عليها في الظروف الصعبه دي، يعني يصرف على البيت ولا دي كمان مرتب. انت عارفه البلد في حاله واقفه، ونادر ما تلاقي حد بيشتغل، واللي بيشتغل شغلانه بيبقى مش قادر يكفي بيته ولعياله، هديها كمان مرتب؟ لا، عشان خاطر هي قاعده في البيت ده المفروض هي اللي تعمله يعني. ست في بيتها بتأدي رساله، مش محتاجه من حد ولا من زوج ولا من الولاد نفسهم انه يكافئها، ولكن التقدير بالكلمه، يعني لو الزوج بيقدرها بالكلمه على شغل البيت فدي ده حلو قوي، ده ذوق منه. انا شايفه ان لو احنا قلنا ان هي تاخد مقابل ان هي بتشتغل في البيت او بتعمل حاجات البيت، انا شايفه ان دي اهانه ليها. الحياه الزوجيه تعاون، فما ينفعش ان انا الاقي بيتي محتاج وانا بشتغل ومعايا فلوس وما مصرفهاش واقول اخد منه كمان، ما هو بيشتغل وبيصرف.